اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان العلاقات البحرينيه الاماراتيه علاقات تاريخيه راسخه تستند الى الروابط الاخويه والمواقف المشتركه والتي تجلت فيها معاني التلاحم والتعاضد في مختلف المحطات مشيرا سموه الى ما وصلت اليه مسارات العمل والتنسيق المشترك من مستويات متقدمه بين البلدين الشقيقين على كافه الاصعده والحرص على مواصله الدفع بها نحو مزيد من التكامل في ظل ما تحظى به من رعايه واهتمام من حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دوله الامارات العربيه المتحده حفظهما الله. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الامارات العربيه المتحده الشقيقه لدى مملكه البحرين حيث سلم سموه رساله خطيه من اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس دوله الامارات العربيه المتحده رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تضمنت دعوه رسميه لحضور مؤتمر الاطراف في اتفاقيه الامم المتحده الاطاريه بشان تغير المناخ في دورته الثامنه والعشرين كوب ثمانيه وعشرين الذي ستستضيفه دوله الامارات في مدينه اكسبو دبي كما نقل لسموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم فيما ابلغه سموه بنقل تحياته الى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم ونوه سموه بجهود دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه لاستضافه المؤتمر الثامن والعشرين للاطراف في اتفاقيه الامم المتحده الايطاليه بشان تغير المناخ كوب ثمانيه والذي يعد احد اهم الاحداث العالميه التي ستسهم في تحقيق مستقبل مستدام للاجيال القادمه مشيرا الى ان استضافتها لهذا الحدث ما هو الا ثمره لجهودها المستمره في مواجهه تحديات التغيرات المناخيه ومساعيها الدائمه لتحقيق الامن البيئي مؤكدا سموه حرص مملكه البحرين على دعم الجهود الدوليه والمساعي الراميه لتحقيق الاهداف المناخيه من خلال العديد من المبادرات والخطط التي تعمل على تنفيذها للوصول للتطلعات المنشوده في هذا الشان من جانبه أعرب سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لما يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من حرص واهتمام بمواصلة الدفع قدما بالتعاون الثنائي بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وفتح مزيد من آفاق العمل المشترك بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.